أعزائي الطلبة على الجزء العملي لمحاضرتنا على الباثولوجي جنرال باثولوجي الجزء العملي من هذه المحاضرة. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء بالجوجل ميت. أرجو أنه تقولون أسماءكم مرة ثانية، تقولوا أسماءكم ولو نعرف أسماءكم، بس هي هذه المشاركة لازم تشاركون بها. تفضلوا، أنا جاي أشوف إسراء وسجا وفاتن وإيلات وبنين، هند بشر، فالكل يقولون أسماء. هند، نعم، اهلا وسهلا بيك. بعد محمد عمان، ممتاز. محمد، بعد قول اسماء. محمد عمان، اسمعك محمد. ضحى، يلا ضحى عمان، ممتاز. قول اسماءكم، قول اسماءكم، كلكم طلاب قول اسماءكم. ممتاز ممتاز، لانه ياكدون على الغيابات، ياكدون على الغيابات الكليه ليش يصير لكم اشكال. فانت خل تطلع صورتك، واذا انقطع النت عليك ماكو مشكله، بس خل تطلع صورتك مشاركتك انه حاضر، مو بس الاسم حاضر، لازم يطلع مشاركتك كاملة حاضر، وإذا انقطع النت ذيك الساعة سهلة عليك. الكل يشاركون، رجاء الطلبة أعزائي الكل يشاركون بالموضوع. تفضلوا قولي أسماءكم الآخرين. فاطمة علي، فاطمة، سجا حسن، سجا، نعم. الكل رجاء، الكل الكل رجاء يشاركون يقولون أسماءهم. نعم، البقية فاتن، هادي، الكل رجاء. بقية الأسماء أريد أسمعها، بقية أسماء المشاركين. تفضلون، تفضل شارك، شارك ويا زملائك، شارك وخلي بصمتك موجودة بتعلمك الطبي. تفضلوا طلاب بعد. فإذا الآن راح آية حسن، أهلا آية، أهلا آية. الان احنا بعدين طلاب اللي يدخل يكتب اسمه، يكتب اسمه، ومن انطي مجال لازم يذكر اسمه، يذكر اسمه يطلع صورته. عافيه، شوف صورته لازم طالعه وجاي موثقه، لانه الجوجل ميت يسوي لنا ريكورد، يسوي ريكورد يعني يسجلها المحاضره. الجوجل ميت يسجل المحاضره، فانه بيا ساعه يطلبون من الكليه المحاضره مسجله حتى يشوفون الحضور ويشوفون تفاعل الطلاب. فانتوا بالاساس بالبدايه اثبت نفسك واثبت جدارتك وكذا، ليش ينقال عليه غايب وما متواجد وبعدين يعني يصير اشكالات. فاهلا وسهلا بكم، ما تطول عليكم الشغله الا دقائق بسيطه. اهلا وسهلا بكم. فاحنا مثل ما قلنا راح ناخذ الجزء العملي اللي نقول عليه جزء عملي من الباثولوجي. طبعا الباثولوجي يدرس الامراض، عرفنا انه الباثولوجي ماذا يدرس؟ يدرس المرض على مستوى مثل ما قلنا، على مستوى الأمراض الجهازية، وكذلك على مستوى الأمراض الأخرى. كذلك عندكم هنا، عندكم الفيديوهات تفتحوها بالواجب الدراسي، بالواجب الدراسي تفتحون الدرس وشوفوا شنو عندك بالدرس حتى تشترك بها كلها، حتى تشترك بها كلها وشوف عندك بهذا الدرس، عندك فيديو وعندك PDF وتشترك به وتطلع الفيديو وتحاول انه تسمعه كله، قسم من عنده اثناء المحاضره وقسم من عنده بعد المحاضره، قسم من عنده اثناء المحاضره وقسم من عنده من يصير عندك مجال بعد المحاضره. وانا راح اشارككم PDF ان شاء الله يطلع عندكم PDF يطلع على الانترنت واشاركه معاكم ان شاء الله يطلع بموضوعة الباثولوجي بالبداية اللي لازم نعرفه. التغيرات تصير على مستوى حتى يطلع المرض وحتى تشوف المرض بالمايكروسكوب. كيف يكون المرض؟ المرض هو بالأساس يطلع على مستوى الخلية، الخلية الواحدة تطلع عليها مرض، حتى يطلع على العضو مرض ويطلع على الجهاز مرض، ومن ثم الإنسان يبين أنه مريض. النظريه الحديثه تقول المرض يبدي بالخليه، فالتغيرات تبدي بالخليه، يعني ماكو خليه صاحيه يطلع مرض، وانما لازم اكو خلايا صاير بها اضطراب، وهذا الاضطراب مو اضطراب فسيولوجي مؤقت، وانما اضطراب مرضي نتيجه عوامل مرضيه. هذه العوامل المرضيه تؤدي لنا هواية اسباب، تسوي لنا اسباب كثيره من عندها ما نعرفه بالتغيرات، التغيرات الادابتيشن، ومن ثم تغيرات السيل انجري، او تنتهي بالسيل ديث.
فهذه هي كلها تغيرات، كل هذه تغيرات خلوية، تغيرات خلوية. هذه التغيرات الخلوية ندرسها على ثلاثة أشكال، ندرسها على ثلاثة أشكال مرضية. الأشكال المرضية اللي تنتجنا على المرض، تنتجنا المرض، أما يكون تخريب بالخلية نسميه degeneration، أو تكون التهابات بالنسيج نسميه inflammation، أو يكون ورم ونسميه نيوبلازم. فهذه التغيرات المرضية، أما تكون نسميها تخريب خلوي أو نسجي نسميه degeneration أو degenerative disease، أو هناك تخريب على مستوى التهابي، أو تخريب على مستوى نيوبلازم. جاي سمعون كلامي طلاب؟ سمعون كلامي؟ أريد جواب من عندكم طلاب. سمعون وياي؟ ممتاز. فإذا المرض، أرجو أنه تعيدونه وياي. المرض هو باثولوجي، يظهر على مستوى الخلية، ومن ثم على مستوى النسيج، ومن ثم العضو، ومن ثم جسم الإنسان بصورة عامة. وهذه أكو ثلاث أقسام لهذا المرض، هذا المرض اللي يسببه. أما نوع من الأمراض نسميه يكون على شكل تخريب بالخلايا، ودرجاته مختلفة. شو نسميه؟ نسميه ديجنراتيف. إذا شو اسمه هذا النوع من المرض العام اللي يصيب الخلايا والنسيج؟ شو نسميه؟ قول وراي، ديجنراتيف ديزيز. شو اسمه؟ اقروه كلكم وتقولوا أريد أسمع الصوت. اسمه إيش؟ رجاء أحد من الطلاب يجاوب أو الكل يجاوب، إيش اسمه؟ ديجنراتيف. الكل يقولون عاشت إيدس، الكل يقولون ديجنراتيف ديزيز. إيش ديزيز؟ يعني مرض، وديجنراتيف مرض نتيجة التخريب الخلوي. شو اسمه؟ الكل يقولون حتى يتعلم يتكلم ويحكي، هاي فرصتك تتعلم حتى لو تغلط فرصتك. ديجنراتيف. بعد الكل يقولون ديجنراتيف عافية. يلا طلابنا تعلم، انت هسه ما حد جاي يشوف صورتك، طالع الفيديو ما حد يدري بيك، حتى لو تغلط هم يهم، وحتى لو غلطت انت طالع. ممتاز. بعد البقيه يقولون شجع واحكي وقول شو اسمه، انت هسه صورتك ما طالعه. ممتاز. بعد الاخرين اريدهم يقولون عليه، الكل يقولون عليه شو اسمه، ديجنراتيف. ممتاز. لا تفوت فرصتك، هذه فرصتك اللي انت جاي تتعلم، فكله تقول ديجنراتيف ديزيز. عيدها وراي، عيد طلاب الاذكياء، عيد طلاب ايش شو اسمها؟ ديجنراتيف ديزيز. ممتاز ممتاز. ديجنراتيف ديزيز. ممتاز ممتاز طلاب. هذا نوع. النوع الثاني نسميه انفلاماتوري. شو نسميه؟ انفلاماتوري. انفلاماتوري ديزيز يعني مرض نتيجة التهاب. شو اسمه؟ انفلاماتوري. الكل يقولون انفلاماتوري. ايش طلاب؟ شو اسمه؟ انفلاماتوري ديزيز. عافية. بعد اخرين يقولون انفلاماتوري ديزيز. ممتاز ممتاز. فاذا هذا انفلاماتوري ديزيز، اي طالب يريد يقول خلي يقول، هاي فرصته يتعلم، يتعلم ويتوسع بالمعرفة. هذا النوع الثاني. فإذا عندنا ديجنراتيف، بعدين النوع الثاني نسميه انفلاماتوري، النوع الثالث نسميه نيوبلاستيك. هذه الأنواع الرئيسية. نيوبلاستيك يعني ورم، يعني المرض ديزيز نتيجة الورم. شو اسمه؟ نيوبلاستيك. نيوبلاستيك ديزيز. عيد وراي، نيوبلاستيك. عافية. نيوبلاستيك مأخوذة من النيوبلازم. عافية. مأخوذة من النيوبلازم. عيدوا النيوبلازم وراي، عيدوها. نيوبلازم. نيوبلازم يعني مرض، يعني جوز المرض حميد أو جوز مرض خبيث، نسميه نيوبلازم. فإذا الأمراض بصورة عامة ثلاث أنواع، على مستوى، شكلها، على مستوى التشريحي الاناتومي. شو نسميها؟ واحد نسميه ديجنراتيف، الثاني نسميه انفلاماتوري، الثالث نسميه ايش؟ نسميه نيوبلاستيك. عيدوها وراي، كم نوع من الامراض نشوفها بالمختبرات؟ كم نوع؟ انفلاماتوري، نيوبلاستيك. اذا هن ثلاث انواع رئيسيه، تمام؟ ثلاث انواع رئيسيه. اذا حفظتهن انت حفظت الباثولوجي، هذا الباثولوجي، باثولوجي سهل بس كون تركز وياي. فاذا ثلاث انواع
مهمة من الأمراض راح تشوفها بمختبرات الباثولوجي وبدراستك بالباثولوجي. واحد نسميه ديجنراتيف يعني معناه تخريب، معناه تخريب على مستوى الخلية والنسيج. ثاني انفلاماتوري يعني صاير بي انفلاميشن، يعني هذا نوع التهابي. الثالث نسميه نيوبلاستيك، هذا الجزء هو مرض لكن المرض هو ورمي. عيدوها وراي كم نوع عندنا من الأمراض، هذا مهمة. وراح يجيكم سؤال، سؤال يقول كتبوا يمكم وأشروا يمكم. هذا السؤال يقول What is the main anatomical type of or concept of disease؟ شو يقول؟ What is the main anatomical concept of the disease؟ هذا السؤال سؤال مقالي. شو تقول؟ تقول المين تايب، ثري مين تايب، واحد ديجنراتيف، ثانيا انفلاماتوري، ثالثا ايش؟ نيوبلاستيك. عيدوا وراي السؤال، من يعيد وراي السؤال ويجاوب تفضلوا. What the name type of disease? Degenerative, inflammatory, neoplastic. ممتاز. منو يشرح لي بالعربي ما هو السؤال وما هو الجواب بالعربي حتى يوضح للآخرين؟ شو يقول؟ ما هي الأنواع الثلاثة المهمة للأمراض اللي تظهر عندنا واللي نشوفها بالمختبرات؟ المين أناتوميكال كونسبت. من هي شو نقول عليها؟ يلا جاوبوا طلاب. النوع الأول إيش؟ جواب أريد. ممتاز. والثاني؟ ثاني ايش؟ انفلاماتوري. والثالث؟ نيوبلاستيك. نيوبلاستيك. هسه الكل يقول واحد ديجنراتيف، اثنين انفلاماتوري، ثلاثة نيوبلاستيك. هذه الانواع المهمة من الامراض اللي نشوفها على المستوى العملي. عيدوها وراي؟ احد من الطلاب يعيدها؟ يعددنا ثلاثتهن. يلا طلاب اذكياء وياي. الجيلاتين والانفلاماتوري والنيوبلاستيك. ممتاز. قولي اسمك. اسمك قولي. اسمي فراد. فراد. قولي اسمك كامل حتى خاف يصير تقييم. قولي انا فراد اللي جاوبت على السؤال. ممتاز. طالب او طالبة اخرى تجاوب على السؤال حتى تاخذ التميز. لاول مرة تنسأل وتجاوب رأسا بذكاء. ما هي الانواع الثلاثة؟ اي ثانيا النوع الاول هو اي والثاني انفلاماتوري والثالث نيوبلاستيك. ذكري اسمك وهذه خليها اللقطة. ذكري اسمك وقول انا جاوبت بتميز دكتور بالجوجل ميت. ذكري اسمك الكامل. ممتاز. طالب ثالث او طالبة ثالثة تجاوب على السؤال ما يخالف، ننطي مجال الاجابات لانه سؤال لاول مرة مباشر وجاي. نعم. ثانيا ممتاز. سجلي اسمك، سجلي اسمك مع المتميزين. قولي اسمك الكامل. تقى ماجد. ممتاز تقى. احد طالب يريد يشارك يعرف حتى لا يفوت الفرصه. هذا تميز عليا درجه التميز بالتقييم، بالتقييم بالباثولوجي. اذا هذا التقييم حجزت ثلاث طالبات جوابا بصوره مباشره ومباشره. مبروك لكم تقييمكم المتميز. بعدين حتى ندرس ننتقل للفقره الثالثه. لازم نعرف بالنسبه للامراض كيف يصير اكو شيء نسميه سيلولار ادابتيشن. شو اسمه؟ سيلولار جروث ادابتيشن، يعني النمو الخلوي. سيل جروث يعني نمو خلوي، ادابتيشن يعني مرونه بالنمو الخلوي. يعني الادابتيشن قد تكون باسباب مرضيه وقد تكون باسباب فيزيائيه، فيسيولوجيكال اور باثولوجيكال. شو اسمه هذا؟ سيلولار جروث ادابتيشن، يعني النمو الخلوي اللي يصير به تغيرات اما فيزيائيه او مرضيه نسميها جروث ادابتيشن. اذا شنو هذا جاي نحكي على اليمن؟ جروث ادابتيشن. شو اسمه؟ جروث ادابتيشن. ادابتيشن ويكون اما فسيولوجي، اما عوامل فيزيائيه فسيولوجيه فسلجه او عوامل مرضيه. من يجاوبني على الفقره الثانيه المهمه بدرسنا العملي ودرسنا الامراض هذا اليوم ايش هو؟ جروث
ها سيال جروث ادابتيشن كل عوامل. فاذا شنو الموضوع سيال جروث عوامل فيزيائيه او عوامل مرضيه ونسميه سيال ادابتيشن جروث ادابتيشن. شو اسمه جروث يعني نمو نمو الخلايا سيلولار جروث ادابتيشن سيلولار اور سيل ادابتيشن يكون اما بسبب عوامل فيزيائيه او عوامل مرضيه وهذا يكون على هذه الانواع الاولى النمو الخلوي يكون على شكل نسميه هايبر بليجيا الكل يقولون وراي هايبر بليجيا شو اسمه ممتاز هايبر بليجيا يعني الخلايا تزداد عددها بالنسيج مو قلنا النسيج متكون من خلايا هنا الخلايا نتيجة عوامل أما فسلجية أو عوامل مرضية بدل ما عددها مثلا على سبيل المثال على عددها X تصير 10X يعني تنضرب في 10 أو تنضرب في 20 فنسميها يزيد عددها فش نسميها نسميه هايبر بليجيا هايبر بليجيا شو اسمها هذه الموضوع شو اسمها من النمو الخلوي ممتاز يعني شنو هايبر بليجيا شفتها انتوا عن الهايبر بليجيا يزيد عدد الخلايا باضطراب شو يصير بيه بالهايبر بليجيا شو يصير زيادة عدد الخلايا من يزيد عدد الخلايا معناها النسيج يكبر لو يصغر يكبر تمام لو لا أكيد يكبر يكبر ممتاز هذا نسميه نعتبر مثل عيوني فضلي سئلي خلنا نسمع نعتبره مثل الكانسر لأن الكانسر هو يصير به زيادة عدد خلايا يعني بشكل غير منتظم منو بيا مرض هذه الهايبر بليشن هو نعتبره كانسر لا هايبر بليجيا مو كانسر لا مو كانسر بارك الله بيش على هذا السؤال حتى تنبهين الطلاب هايبر بليجيا احنا نعرف الامراض تبدي لها بدايه وعاده البدايه المرضيه بسيطه قلنا هذه سيل ادابتيشن بيناتها وبين الحاله الفسلجيه خط رفيع يعني بس بالبدايه ما تصير كانسر لحد الان هي شيء بسيط هايبر بليجيا حتى بالحالات الفسلجيه راح اضرب لك مثال يعني مثلا الام الحامل الـ تحتاج انه تحتاج ايش يحتاج الرحم مالتها يصير بيه تضخم ليش تضخم لانه هي حامل الطفل وهذا الطفل مكانه البيت مالته الفراش مالته هو رحم الام عاده رحم الام اذا الام ما كانت حامل يكون بقدر قبضه اليد صغير جدا بينما اذا حملت وصار عمره مثلا الطفل 6 اشهر 7 اشهر 8 اشهر يكون حجمه كبير الدايمتر قد يصل الى 30 سنتيمتر فمعناها تحتاج العضلات بانه تكبر عضلات الرحم تكبر حتى تصير مكان لاقامه الطفل فشن تصير عمليه نسميها هايبر بليجيا مفهوم هذا بالبريجننسي بالحمل نسميها هايبر بليجيا موضوع اخر هم كذلك بالنمو الخلوي نسميه هايبرتروفي ايش راح يصير مو الخلايا تزداد عددها وانما الخلايا تكبر حجمها يكبر حجم الخليه يكبر اذا زاد حجم الخليه معناها زاد حجم العضو واحيانا الهايبربليجيا والهايبرتروفي اثنينهم واحد ويا الثاني اثنينهم بزياده يعني هم عدد الخلايا زايد وهم حجم الخلايا زاد فاذا من يعلق لي هسه على الموضوعين الثنين شفتها انتم من عنده طلاب الشطار يلا اريد جواب جابوني هايبر بليجيا هايبرتروفي يعني زياده حجم الخليه طلاب سمعوني نستمر احيانا الخلايا والعضو ما يكبر وانما يصير به ضمور نسميه اتروفي احيانا يصير به ضمور ونسميه اتروفي واحيانا يصير تغير من نوع من الخلايا الى نوع اخر نسميه ميتا بليجيا دكتور صح
عيني قطع ما نسمع. ما سمعون هو فاحنا مثل نسمع صوت. نعم، هو لأنه النت يضعف ويضعف ويعلى، فمن يضعف ما سمعون. بس هاي كلها المحاضرة مسجلة، المحاضرة إيش؟ مسجلة، لأنه على الهواء، لأنه على الهواء أنه يصير بها ضعف بالإنترنت يضعف، يقوى الإنترنت من عندكم ومن يمي، اثنيناتنا مشتركين بهذه العملية. بس هذا كله مسجل وراح تسجل لكم، راح تسجل لكم وراح تطلع. هو من نصير بالجوجل ميت اتوقعوا اكو لحظات يصير بها النت يضعف ما هالقد تسمعون. اذا هسه اعيدها، تعيد احد الطلاب يعيدها علي، اللي سمع شيء بسيط يتكلم لي بالعربي جاوب، تكلم شنو من اول المحاضره شنو احكي. الهايبرتروفي يصير تكبر حجم الخلايا. ممتاز. شو اسمك؟ شو اسمك بنتي؟ قولي اسمك. تقى ماجد. ممتاز. تقى اوائل من الاوائل. تقى هسه راح نتعرف على الاوائل احنا. عافيه تقى ماجد، اريد يبقى اسمك بالتميز الى نهايه السنه ان شاء الله والى التخرج. بعد احد الطلاب يشارك وياي يقول لي عليها. فاذا هي هذه اللي يريد يشارك. هي زياده عدد الخلايا. ممتاز عزيز، بارك الله بيك، شاطره. قولي اسمك بنتي. تقى عرفتها، حتى يعرفوكم بقيه الطلاب، ما يقولون هذول الاوائل، لا من هسه هو مثبت اسمه اول. شو اسمك بنتي؟ اسراء. اسراء. اسراء احمد عباس. ذكرى. احمد عباس. ممتاز ذكرى. بعد من اسراء احمد عباس. ممتاز ممتاز. بعد طالب اخر جاي يسجل. نعم. الهايبرتروفي هو زياده بعدد الخلايا. هايبرتروفي معناها زياده بحجم الخلايا، الحجم الخليه يكبر، فالخليه من يكبر حجمها النسيج بصوره عامه راح يكبر. ممتاز. شو اسمك؟ قولي اسمك. ثبتي طلاب المتشار. نعم. هند بشار. ممتاز هند. هند بشار. وهذه اريد الطالبه اول وحده جاوبت تكتب اسماء الطلاب اللي اشتركوا بالتعليقات وياي مباشره، وتخليه تعليق تقول دكتور هذول الطلبه اللي ذكرتهم قلت عليهم اوائل ومتميزين، اللي اشتركوا وياي. الطالبه الاولى اللي جاوبت منو؟ منو الطالبه اللي جاوبت؟ الأولى كانت جاوبتني، قلت لها أنت منو؟ نعم دكتور. ممتاز ممتاز طالبتنا، فتكتبين أسماء الطلاب والطلاب والطالبات اللي اشتركوا ويانا، ثبتيهم وين؟ ثبتيهم بتعليق. بعد ما نخلص المحاضرة اكتبيهم هسه يمك بإيدك، بعدين تعليق. كتبيهم تعليق على بالكلاس لو بالميت تعليق. لا مو بالميت، كتبيهم الميت هسه بس، سمعي ما اريد تعليق بالميت هسه، اريد تكتبيهم وين يبقى تعليق كامل بالواجب، تكتبين اسمائهم الطلاب اللي اشتركوا بالتعليق وقلت عليهم متميزين، 1 2 3 4، هذا حتى للتاريخ. وياك الطلاب اللي دخلوا هم يعرفون اسمائهم حتى همين يكون خاف نسيتوا احد. شكرا جزيلا. فاذا ندخل الان الى شيء، يعني بس اسماء الطلاب اللي اشتركوا، الطلاب اللي اشتركوا بالتعليق. اي اريد قولي الطلبه اللي ميزتهم استاذنا بروف علي، انه هذول الطلاب اللي اشتركوا بالتعليق 1 2 3 4، واللي قلت عليهم متميزين ثبتيها، هذه ظل تاريخيا بالامتحان راح ارجع لها. والطالب اللي يشوف عنده نشاط كذلك يكتب شنو نشاطه بالتعليقات حتى هذا هم يبقى له. فانه ندخل مره ثانيه، قلنا هذه انواع مرضيه، لكن ما هي المسببات لهذه الامراض الانواع المرضيه؟ المسببات احنا قلنا حتى نفتهم انه يصير تخريب بالخلايا لازم اكو فاكتورز، اكو عوامل، الفاكتورز العوامل، وهذه العوامل مختلفه، عوامل مرضيه قد تؤدي الى تخريب بالنسيج، وقد تؤدي الى موت النسيج. ديث معناه موت النسيج، فاذا اما تخريب او نسيج او موت النسيج بالنهائي. شنو هذه العوامل؟ هذه العوامل الاكسجين، الاكسجين من ينقص يؤدي الى التخريب وقد يؤدي الى الموت، الاكسجين مهم لتغذية الخلايا. بعدين العامل الفيزيائي مثلا الاصطدام، اصطدام سيارة، وقوع، جرح،
هذه كلها عوامل فيزيائية. بعدين عندنا عوامل كيميائية chemical factors، أما أسيد أو الكحول هذه أو التسمم هذا مواد كيميائية. وبعدين الالتهابات اللي نسميه infection، infection معناها التهابات جرثومية بكتيرية وهكذا. بعدين عوامل مناعية immunological، بعدين عوامل جينية، وبعدين عوامل غذائية نقص بالغذاء. فإذا هذني عوامل مختلفة، عوامل مختلفة. فأريد تذكرون الفاكتر، ما هو الفاكتر اللي تسبب لنا الأمراض اللي ذكرناها أنواعها؟ ما هي الأنواع طلاب؟ جابوا طلاب، واحد يدخل ويخلص والثاني كذلك يدخل، تفضلوا. الأكسجين، بعدين العوامل اللي هي الأكسجين والنيوتريشنال. النيوتريشنال يعني سوء بالتغذية، عند السوء بالتغذية يطلع عنده مرض أنيميا على سبيل المثال. هذا الأنيميا فقر الدم هو مرض نتيجة عوامل. طالب أو طالبة أخرى تجاوبني، يلا ثبتوا أسماءكم حتى نثبت ننطي فرصة للجميع. نعم. والفيزيكال والكيميكال والإنفكشن. إيه نعم ممتاز. أميونولوجي يعني أميونولوجي جينيتيك بعد شنو نيوتريشن. طالبة ثالث، هاي كلهم أريد الطالبة الأولى اللي قلت اسمها سجل عافية، سجل أسماءهم شنو هن العوامل المرضية، هذن نسميهن عوامل مرضية. واحد عافية الأكسجين عافية ممتاز، كملي طالبة أخرى تكمل، أنطي مجال للطالبة الأخرى تكمل، من ما تسمعون صوت أدخل واذكر ممتاز. ننتقل إلى موضوع آخر، شنو راح يصير اضطراب بالخلية؟ ما هو الاضطراب للخلية اللي يسوي لنا هذا المرض ويسوي لنا اضطراب بالنمو؟ ما هو؟ على مستوى الخلية نسميها subcellular، يعني شنو يصير بالخلية؟ اكو اضطراب وين؟ بالادينوسين ترايفوسفيت. ادينوسين ترايفوسفيت سمعتوها، هذه مهمه للطاقه، مهمه للطاقه، وخذيتوها بالبايوكيمستري. اذا درستوا بايوكيمستري خذيتوا الادينوسين ترايفوسفيت، هذه هي بطاقه الطاقه الموجوده بجسم الانسان. نسميها ادينوسين ترايفوسفيت، عمله الطاقه اللي يشتغل عليها مثل البنزين الموجود بالسياره. الطاقة الموجودة بها بطاقة الطاقة بالإنسان هي الأدينوسين ترايفوسفيت. بعدين شنو؟ شو يصير تغيرات؟ يصير تغيرات بالميتوكوندريا. الميتوكوندريا عبارة عن عضوية موجودة بالداخل الخلية. بعدين يصير ترسب بالكالسيوم. بعدين شو يصير؟ ظهور العوامل اللي نسميها فري راديكال، الجذور الحرة اللي تضر بجسم الانسان وتسوي له تخريب، نسميها فري راديكلز. بعدين يظهر تخريب بغشاء، ماكو صوت، تخريب بالغشاء الخلوي، ماكو صوت لانه الانترنت يضعف ما يوصل لكم الصوت، يقوى يوصل لكم الصوت، فسبب الانترنت. بس انتم جاي تشوفون هذا وراح ينزل لكم مسجل، جاي يظهر لكم هذا، تشوفون الصورة؟ اكتب بالتعليق واكتب نعم إذا ما تسمع. تظهر الصورة؟ يصير مشاركة للعرض تمام، لكن صوت حضرتك ما جاي يوصل. الصوت ما يوصل لأن الإنترنت ضعيف، هذا هو السبب اللي ما جاي يوصل الإنترنت. دورة سمعونه دورة ما سمعونه، هذا هو السبب. بس هذا كله مسجلة أنا وراح تسمعونه مباشرة بالتسجيل. التسجيل تسمعون صوت قوي، بس لأنه مباشر حر على الهواء إرادة إنترنت قوي. من يضعف الإنترنت خاصة صباحا يضعف، فأوقات يصير الصوت ضعيف، بس هو ماشي هسه ماشي. إذن هي هذه العوامل، إنه يصير تخريب على مستوى الخلية ميتوكوندريا. يعني أقرأ هنا إيش مكتوب، يقول لك الميكانيزم أكو تخريب على مستوى الميتوكوندريا، الكالسيوم، الفري راديكلز، والممبرين. هذه كلها اللي جاي يصير بها الاشياء اللي يصير بها تخريب. هسه احنا
راح نشارككم الآن مباشر على الجوجل ميت. شوفوا يا قوة، هسه سمعوني طلاب؟ اي دكتور نسمع. المشكلة من أشارككم العرض يضعف الإنترنت، يضعف الصوت بالإنترنت، بس أنا كل هذا مسجل. هسه قوي الإنترنت، هسه قوي الصوت مو؟ سمعوني؟ اي دكتور. سمعوني من أشارككم؟ ابقى احكي انت بالميت واحنا نباوع بالبي دي اف اليمنى، افضل من مشاركه الغراب. ممتاز، بس هي حتى تشوفون انا شنو جاي اسوي. هسه راح اتكلم لكم وانتو تباعوا بالبي دي اف، مدال هيك عندكم تباعوا بالبي دي اف اللي يظهر يمكم، افضل اذا افضل احسن لكم تشوفون بهذا الشكل. ممتاز، يعني انا اريد الشيء اللي انتو ترتاحوا له. بس انتو هسه شفتوا الاشياء، فهسه انتم اذا تشوفون بالبي دي اف اول مره الشريحه الزرقاء اللي مرسوم بها خليه، مو صحيح؟ شوفوها يمكم بالبي دي اف، اذا تفتحون البي دي اف يمكم مباشره. اي نعم دكتور. ممتاز، هاي الصفحه الاولى. انتقلوا وياي انه من جوا تاشرون تنتقل الى الصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه همينا قلناها ديجنراتيف، مو وياي انفلاماتوري نيوبلاستيك. شوفوها، افتحتوا البي دي اف بنات شباب. ممتاز، هذه هي التخريب اللي يصير، اما تخريب او حالات التهابية او حالات ورمية. وقلنا الخلايا اما يزيد عددها او يزيد حجمها او يصير بها ضمور او يصير بها تغير من نسيج الى نسيج اخر. يعني مثلا واحد يدخن فالجهاز الرئوي والقصبات والتريكي والبرونكس يتغير النسيج مالتهن الى نسيج حر شفي بسبب مواد التدخين اللي دخلت الى الجسم. هذه عوامل تعتبر عوامل مرضية تؤدي الى اضطراب بالنمو. وقلنا العوامل المرضية أكسجين، قلة بالأكسجين عوامل مرضية قد تؤدي تخريب وقد تؤدي موت للخلية. وقلنا من عدها الأكسجين، قلة الأكسجين، عوامل فيزيائية، عوامل كيميائية، عوامل التهابية infection، عوامل اضطراب بالأمينولوجي بالمناعة، عوامل بالجينات، عوامل بالنيتريشن. فإذا ما هي العوامل المرضية؟ أريد أحد من الطلاب أو الطالبات يثبت حضوره ويقول لي ما هي العوامل، يثبت امتيازه. ما هي العوامل المرضية اللي تسوي لنا تغيرات مرضية تبدأ بتخريب الخلية وتنتهي بموت الخلية إذا ما وقف العامل؟ ما هي العوامل هذه؟ اولا هي الاوتو، هو الاكسجين، والفيزيكال فيزيائيه العوامل. نعم. والكيميكال عوامل كيميائيه، وعندنا الانفكشن هي العوامل الالتهابيه. نعم. والاميونولوجيك هي العوامل المناعيه، والجينيتيك هي العوامل الوراثيه تعتبر الجينات. نعم. والنيتروجين. نعم. فاذا هذني كلهن، يعني الاكسجين، يعني مو بسبب الاكسجين هو السبب لنا انه المرض، وانما من نقص الاكسجين. معناها الاوتو معناها نقص الاكسجين، يعني من ينقص الاكسجين الخلايا تحتاج الى اكسجين حتى تتزود بالطاقه. اذا نقص الاكسجين معناها الخلايا راح تبدي بالتخريب وتنتهي بالموت اذا ما اجاله اكسجين. هذا القصد، هذه هي العوامل المرضيه. من يعد العوامل المرضيه؟ الفاكتورز، هذه هي الباثولوجيكال فاكتورز اللي تسوي لنا اول مره تخريب ومن ثم سوينا ديث. نقصان الاكسجين، تقولين نقصان الاكسجين؟ نقصان الاكسجين. اي بعد. والفيزيكال والكيميكال والانفكشن والامونولوجيكال والجينيتيك والنيوتريشن. نيوتريشن يعني سوء التغذيه، عوامل كيميائيه، واحد مثلا يسمم مواد حامضيه او مواد قاعديه او بسبب التهاب، هذا المقصود من عنده. واضح طلاب؟ ما ذكرتوا اسماءكم اللي جاوبن الطالبات، ذكروا اسماءكم حتى الطلاب يسمعوها، من تاخذون درجه تميز يعرفوكم انتم شاركتوا. قولوا اسماءكم طالبات طلاب. تقوى ماجد. ممتاز، حتى لو يقول مرتين.
يعني ايش ما جاب يقول اسمه، يعرفون الطلاب يعني هو ماخذ حقه، هذا حقه الحقيقي. حتى لو جت له درجه ناقصه انا كنت ما منتبه، تقول لي دكتور انا كذا كذا وعندي عده مشاركات وصوتي موجود، وتدز لي اصلا القطعه اللي كانت صوتك بها موجود، يقول لي هذا وانا ارفع لك الدرجه مالتك الى التميز، لان وعدتك بالتميز وجاوبتني وتستحق التميز. بس يصير احيانا، يصير احيانا يعني من كثره الطلاب يصير احيانا مثلا نسيان، او يصير مثلا انه تنسى هذا الطالب انه كان متميز، من تجي لك فد 500 طالب جاي تدخل درجاتهم، بس هم يعترض يقول لي دكتور بس يشوف اسمه ودرجته مو كامله، يقول لي دكتور انا اشتركت وهذه القطعه مالتي، حتى يسجل صوته يقول لي هذا كنت مشترك بيها بي. فهذه حقوقكم طلاب، واضح؟ واضح دكتور. شكرا جزيلا. هسه احنا قلنا العوامل اللي تاثر، قلنا الادينوسين تراي فوسفيت والعوامل، العوامل الفري راديكلز يعني الجذور الحره هاي مضره بالجسم الانسان، وترسب الكالسيوم، والاضرار اللي تصير على الميتوكوندريا، والاضرار اللي تصير على الغشاء الخلوي. الغشاء الخلوي هذه تؤدي الى نوعين من النتائج، نوعين من النتائج، من النتائج المرضيه، النتائج المرضية، وتسوي موت للخلايا، موت الخلايا، موت الخلايا نسميها أسماء اثنين. أما موت مبرمج يعني عندك مثل برنامج ويقتل روحه، شايفين البرنامج يعني بالإنترنت أو برامج معينة يوصل لحد هو يفني روحه، من عنده وقت خليته على برنامج هو يفني روحه، هذا نسميه أباتوسس. فجسم الإنسان هم عنده خلايا ينطيها إشارة، إذا وصلت لهذه الإشارة لازم تنهي روحها، يسموه أباتوسس. هذا يصير بالحالات الفسلجية وبالحالات المرضية، فهذا موت مبرمج. فإذا شو اسمه هذا؟ أباتوسس. البي الثانية ما تلفظ، يسمونها أباتوسس، البي الثانية ما تلفظ. فإذا شو اسمه هذا النوع من الموت؟ شو اسمه؟ أباتوسس. أباتوسس. هذا شو ما هو الأباتوسس؟ من الطلاب يجاوبونا؟ الموت المبرمج. وش يكون؟ على نوعين، اما مرضي او فسلجي. فسلجي يعني 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 من اقول فسلجي فسيولوجي يعني بالحالات الطبيعيه يصير، يعني بجسم الانسان من الله يخلقه داخل كجنين داخل امه الى انه يموت تستمر بها عمليه الاباتوسس، تموت خلايا وتجي مكانها خلايا مبرمجة. مبرمجة هذه طبيعية فسيولوجية، بس كذلك يصير بحالات مرضية، هذا الأباتوسس. النوع الثاني من الموت يصير فقط بالأمراض، فقط من أكو عوامل مرضية، شو نسميه؟ نيكروسس. إذا تشرحونه وراء ما هو هذا العامل، شو اسمه الموت؟ نيكروسس. يعني شنو موت؟ نعم معناها موت، الموت المرضي، الموت المرضي، بس مو الموت جسم الانسان، يعني مو الانسان يتوفى، فاهمين القصد؟ يعني تموت خلايا او تموت او يموت نسيج، لكن الانسان حي. يعني مثلا واحد عنده سكر، فواحد من الاصابع مالته نهايته يقوم يموت، هو الانسان بعده حي ما بي شيء، بعده حي ويجوز يعيش وراها 10 سنين بس وين صار الموت؟ صار الموت بالاصبع، صار بي ايش؟ نكروسيس، وموت ما راح ينخلع اصبعه وما واضح طلاب؟ دكتور كذلك يكون مثال مثلا بالقلب من يصير فجولته دمويه تخثر باحد الاوعيه فراح يموت جزء صغير من عضله القلب، كذلك هذا نعتبره يعني. نعم هذا هم يعتبره نكروسس صحيح. فاذا هو موت، بس شرط، شنو الشرط؟ الموت داخل الجسم الحي. قل لي دكتور الموت اللي مصير بجسم الميت هم يعتبره نكروسس؟ لا هذا مو نكروسس، هذا الاوتوليسس يعني التفسخ. التفسخ وين يصير؟ بالجسم الميت، من يموت الانسان يصير عنده تفسخ، هم نسميه نكروسس؟ لا ما نسميه نكروسس. النكروسس لازم يكون وين؟ بجسم حي، بعد الجسم حي عنده جلطه وماتت قسم من الخلايا، انجرح ومات من قسم من الخلايا، الجلد مات وطلع له جلد جديد وهكذا، فهذا نسميه نكروسس. فمن يشرح لي على النكروسس؟ طلاب الشطار؟ اشرح؟ شرحي تفضلي. النكروسس هو عبارة عن موت جزء نقدر نقول انه صغير داخل جسم الانسان،
فمثلا عندنا البرين من يصير فيه جلطة بمكان، راح هاي المكان تموت جزء من عندها يعني، وتبقى طبعا فحوصات الـ MRI الهاي تظهر انه هي ميتة. احيانا ممتاز تتحبب السائل، ممتاز. سائل النخاع الشوكي يدخل يعني بداخل يعبي هذا نعم الفراغ اللي حدث. نعم فإذا هذا هو نوع من الموت، لكن جسم الإنسان والإنسان بعد عايش، مو صحيح يجوز بالإنعاش بس بعد عايش، صح ولا لا؟ فهذا حصل وين؟ بالجسم الحي. بالجسم الميت شو نسميه؟ نسميه أوتوليسيس. شو نسميه؟ أوتوليسيس يعني تفسخ، يعني التفسخ بعد الموت نسميه أوتوليسيس، ما نسميه نكروز. فإذا عندنا نوعين من الموت يصير بجسم الإنسان الحي، النوع الأول نسميه أبوتوسيس، النوع الثاني شو نسميه؟ نكروزيس. من يحكي لي عنهم الانواع اللي تصير الديث؟ المرض الاول نعم ابوتوسيس هو الموت المبرمج، ويوجد عاملين بيه عامل مرضي وفسجي. ممتاز. والنوع الثاني اللي هو النيو كروسيس اللي هو قلنا تموت جزء من الخلايا. ممتاز. لكن جسم الانسان شو يبقى؟ يبقى حي. لا تموت خلايا مو جزء من الخلايا، لازم تموت خلايا، خلايا تموت، اذا ماتت خلايا لا صار نكروسيس، لانه من تموت يموت جزء من الخلايا يعني ماتت الخليه. الخليه ما تقدر يعني حتى لو الغشاء الخلوي صار بيتكسر تموت الخليه. الميتوكوندريا اذا خربت تموت الخليه، اذا ترسب الكالسيوم، يعني هذه كلها العوامل معناها تموت الخليه. صار عندها فري راديكلز او الكالسيوم ترسب او الميتوكوندريا صار بيها تخريب او الممبرين صار بيها تخريب، تموت الخليه. موت الخليه المرضي نسميه نكروسيس. موت الخلية الفسلجي والمبرمج نسميه أبوتوسيس. واضح؟ فإذا هذني شغلتين رئيسية المفروض إنه تعرفون. أحيانا يصير ترسبات مرضية بالخلية، يعني الخلايا بدل ما هي طبيعية وإنما يصير بها ترسبات نتيجة الأمراض. قد يترسب داخل الخلية intracellular accumulation، ترسبات قد يترسب زيادة من المواد الدهنية أو من مواد الهايالاين أو كالسيوم يترسب بالخلية، أو يترسب بها بروتين غريب يترسب بالخلايا، أو يترسب بها جلايكوجين، أو يترسب بها بيجمنت. هذه كلها تؤدي إلى مرض. شو نسمي هذا؟ تجمع accumulation داخل من؟ داخل الخلية. أما مواد دهنية أو مواد هايالاين أو كالسيوم أو بروتين أو جلايكوجين أو بيجمنت. من يعيد وراي شنو الترسبات اللي تصير بالخلية بحالة الأمراض؟ إيش؟ يلا جاوب. الفات والهايلين. نعم. والكالسيوم والبروتين. نعم. والجيلكون. جلايكوجين. جلايكوجين. جلايكوجين والبيجمنت. البيجمنت يعني بعض الأسباق تترسب بالخلية. فهذه جلايكوجين وهذا بيجمنت وهذا كالسيوم. عيدها طالب ثاني. عافية. طالب او كالسيوم. عافية. وريد الطالب. ما. نعم. كالسيوم والفات والهايلاين والبروتينز والجايلوجين بيجمنت. بيجمنت. الكل تقول جلايكوجين. جلايكوجين. هذا مواد الجلايكوجين اللي تترسب بالخلية وتؤدي إلى مرض الخلايا. شو اسمها؟ جلايكوجين. وهذه بيجمنت. بيجمنت يعني أصباغ معينة مثل أصباغ الميلانين، أصباغ الهيموسيدرين تترسب بالخلايا وتسوي مرض بالخلية. واضح؟ هذه أصباغ. فإذا هذه الترسبات اللي تدخل بداخل الخلية، فإذا عندنا نوعين من الموت، أما بورغرام ديث، وموت آخر اللي هو يصير نيكروسيس. نجي احد الطلاب قال لي دكتور عيدنا على المحاضره الاولى اهم شيء تعلمنا ما هو الباثولوجي، والباثولوجي متكلف من كلمتين اغريقيه. الجزء الاول باثوس يعني معناها الالم، السفرنج، المرض، يعني انسان مريض معناها باللغه، معناها هذا انسان مريض صحته مو زينه، شو يسمونه؟ باثو. ولوغوس معناها العلم، الدراسه، دراسه المرض يسمونه باثولوجي. هذا اصل المرض، وهذه ملخص للمحاضره السابقه الاولى الاسبوع الماضي. وقلنا الامراض اما يكون جنرال
امراض عامه او امراض جهازيه. هسه من يحكي لي على ما هو الامراض، من يقول عليها الامراض، من هي شنو؟ تكلم لي كلمتين على الامراض، شنو علم الامراض؟ ما هو باثولوجي، شنو يعني باثولوجي؟ جابوا هو علم الامراض عفية. واللي هو راح يكون عامه او جهازي، الجنرال والسيستمك. نعم نعم ممتاز. واي الطالبه اللي وصيتها بالاسماء تقول لي كل طالبه ايش قد، هذا مثلا عنده خمس اشتراكات بالمحاضره، هذا عنده اربع اشتراكات بالمحاضره، متميز بين المتميزين، متميز بين المتميزين، ياخذ اكسلنت بس اكسلنت اي، متميز بين المتميزين، احنا نريدكم كلكم اكسلنت، بس درجات التميز هم تختلف، اكسلنت ماخذ من 90 فما فوق، لكن واحد مقبط للمية، واحد مقبط لل 99 وهكذا، لانه انت راح تمارس شغله الطب، شغله الطب يعني يجي لك انسان مريض، فالانسان المريض يريد واحد اكسلنت عنده معلومات كامله حتى يقدر يتعامل وياه. دكتور تفضلي. عيني أنا حاليا سجلت فقط الاسماء، ما سجلت عدد المشاركات. راح يقولوا لك الطالبات اللي اشتركن، وانت هم انت تذكرين وياهم، والفيديو هذا مسجل، الفيديو مسجل راح ينزل لكم، الفيديو هذا مسجل راح ينزل كلمه كلمه، شوفوينه وتتابعين وياه، وتقول لك مثلا انا عندي مشاركتين تبدين تدققيها، تبدين تخليها، وما راح يعني احنا عندنا ثقه بهم، اللي ما راح يطلع ولا مبين مسجل، هو فيديو حوار ومسجل، ماكو شيء ما مسجل به كله، يعني حتى الوقت اللي ما كنتوا تسمعونه راح تسمعونه شنو الكلام اللي فيه. نجي موضوع الاخر، لما ندرس الباثولوجي طبيعي، الباثولوجي علم، لازم ندرس الاسباب، شو يسموها؟ الاسباب اللي سميناها ايش؟ ايتيولوجي. فاذا من يعيد وراي، اذا ندرس الامراض شو ندرس؟ ندرس الاسباب. ممتاز. ونسميها ايتيولوجي او نسميها كوز، يعني سبب. اذا هذا دراسه واحد. شو ندرس بعد؟ مو بس الاسباب، ندرس الباثوجينيسيس. شنو الباثوجينيسيس؟ شلون صار المرض؟ ليش صار المرض؟ شلون تطور المرض؟ يعني ندرس القصة وكيف تطور المرض، هذا يسمونه باثوجينيسيس، يعني شلون صار بي ديفلوبمنت، شلون تطور. واضح؟ فاذا النقطة الثانية ايش؟ باثوجينيسيس، ندرس تطورات المرض. ممتاز ممتاز. جاوب افتح انت وجاوب على راحتك، جاوب وسجل حضورك، حتى سجل انه مره ومرتين اشتركت وهكذا، صرت متميز. يعني هذا انتم هذا مجال تدريبكم، هذا التدريب مفتوح، فانت تدرب وخذ حريتك، ماكو مانع. بعدين ثالثا ندرس المورفولوجي. المورفولوجي شنو؟ يعني شلون صار شكل المرض، شلون صار من نشوفه بالعين، سواء بالعين المجرده او سواء جوا الميكروسكوب، يعني بالعين المجرده شلون؟ يعني مثل اشوف تقرح، جرح، نزف، احمرار، اصفرار، الشكل مالته متجمعه سواء لو متجمعه، هذه كلها نسميها المورفولوجي، الشكل المظهري، والشكل المظهري اما على مستوى الميكروسكوب او على مستوى العين المجرده. بعدين شو ندرس كذلك؟ ندرس الكلينيكال اكسبريشن، يعني الحاله السريريه، شلون الحاله السريريه؟ يعني واحد صار به نكروسز او مرض او ديزيز، شنو الحاله السريريه؟ عنده حراره، عنده دقات قلب كثيره، هذه كلها حالات سريريه، عنده فشي نشوفه سريري بالسماعه نسمعها، هذه سريري نسميها كلينيكال اكسبريشن، يعني شنو الحاله السريريه اللي تشوفوها انتم على المريض. بعدين ندرس الاتيولوجي، الاتيولوجي الاسباب والريسك فاكتور. شنو الاتيولوجي؟ شنو الريسك فاكتور؟ الاتيولوجي اسباب، قلنا الاسباب مناعيه، اسباب كيميائيه، اسباب فيزيائيه، هذه اسباب. ريسك فاكتور، شنو الريسك فاكتور؟ يعني اكو ناس عندها قابليه ليصير عندها مرض معين، هذا شنو نسميه؟ ريسك فاكتور. مثلا اكو عائله، نشوف جدتها عندها سرطان الثدي، لا سمح الله امها عندها سرطان الثدي، وعندها اربعه او خمس بنات، فاذا احتمال يصير عندهم سرطان الثدي، ليش عندهم نسميه ريسك فاكتور؟ يعني هذولي عائله عندها ريسك فاكتور، بالجينات عندها ريسك فاكتور، فالمفروض تسوي فحوصات لاكتشاف
التغيرات الاولى حتى تتوقع من السرطان. فايش نسمي هذا ريسك فاكتور. وكذلك على على امراض اخرى، امراض اخرى هم يعني يقول لك فلان عنده ريسك فاكتور. هسه شنو العوامل المرضيه ايش قلنا عليها؟ تفضلوا. ما يسمى يعني ما يسمى بالوراثه، عامل وراثي؟ لا، عامل العامل الوراثي جزء من عنده بس نسميه ريسك فاكتور. ريسك فاكتور يعني جزء اساسي من عامل وراثي، بس هي قابليته يعني العامل الوراثي مثل ما تقول كل واحد يورث الصفات الجينيه عن امه وابوه. بس اكو خمس بنات مثلا واحده من عندهن عندها ريسك فاكتور، تلاحظين، والبقيه يفحصوهن ما عندها، ظل طول عمرها ما يجي لها سرطان الثدي، واحده من عندها عندها ريسك فاكتور. فهذا ريسك فاكتور، هذا معناه ريسك فاكتور يعني احتماليه اكثر من البقيه يصير عندها. اما الباثوجينيسيس قلنا شنو؟ السيكونس. السيكونس يعني اول ما بدا المرض، اول ما بدا المرض انيشال ستيمولس الى انه طلع المرض اكسبريشن صار ديزيز، هذا شنو نسميه؟ نسميه العامل هذا نسميه الباثوجينيسيس. شنو الباثوجينيسيس اذا؟ تطورات المرض. تطورات المرض، شلون صار المرض؟ يعني تساله شلون صار المرض، مو بس تسمع انه هذا مريض، شلون صار عنده عجز قلب؟ شلون صارت عنده جلطه قلبيه؟ شنو الاشياء التغيرات الخلويه؟ من الاسباب الى نهايه المرض طلع عنده المرض يجوز نام بالمستشفى. كل هذا تندرس، شو يسمونه؟ باثوجينيسيس. اذا ما هو الباثوجينيسيس؟ السيكونس. شنو هو الباثوجينيسيس؟ سمات المرض، يعني مراحل المرض ايش قد يتطور وياه. نعم، من السبب الى الاكسبريشن، الى اللي يطلع المرض بصوره كامله وتطلع مضاعفاته. واضح؟ فاذا هذه مهمه، هذه مهمه. بعدين قلنا المورفولوجي، شلون يظهر المرض؟ مورفولوجي يعني شكل المرض، شلون يظهر؟ نشوفه بالعين المجرده نسميه جروس، او نشوفه جوا المايكروسكوب. نشوفه جوا المايكروسكوب. او لا، ما نقدر نشوفه جوا المايكروسكوب، ما معقوله اللي ابو تدرن نشيل الرئه مالته كلها ونسوي لها مقاطع حتى نشوف انه عنده تدرن ما عنده تدرن. شنو نستخدم؟ نستخدم شغله الراديولوجي، ناخذ له اشعه. كذلك المكسوره ايده، ما معقوله نوخر اللحم حتى نشوف الكسر، لا، نشوفه بيش؟ ناخذ له اشعه، وهكذا امور اخرى. فهذا العامل نسميه راديولوجي، يعني نكتشفه من خلال الراديولوجي. وشيء اخر، قد تكتشف العوامل المرضيه مثل ما قالت زميلتكم، عوامل بها ريسك فاكتور، عامل وراثي. ليش نكتشفه؟ من خلال الفحوصات، من خلال الفحوصات اللي نسميها موليكيولر، يعني موليكيولر يعني فحوصات جينيه، ندرس الجينات مالته وتظهر بالخارطه الجينيه بانه هذا عنده احتمال يصير عنده سرطان الثدي او سرطانات اخرى. هسه من يشرح لي على المورفولوجي الشكل المرضي شلون نعرفه؟ المورفولوجي اما بروسس بالعين المجرده نشوفه او بالمايكروسكوب او راديو اورجيكال اشعاعي مثلا شخص مكسوره ايده او عن طريق الموليكيولر. فحوصاتها عن طريق، بارك الله بيش، بارك الله بيش. بعدين بنتنا العزيزه تاخذ اسماء الطلاب وتسجلهم، وتاخذ الاسماء الطلاب وتسجلهم. وهذه كلها المرض قد يسوي لنا مرض كامل تطلع، يعني اعراضه الكامله نسميه مرض سريري طلع، او مرض هو مريض بس ما ظاهره الاعراض مالته نسميه سب كلينيكال، يعني اما اعراضه كامله ويطلع لنا مرض ويراجع الطبيب عنده صفونه، عنده حراره، عنده مثلا سعله، وهذه السعله بها بلغم برودكتيف، نعرف انه هذا ربما تيبي، او ربما انه يحمل المرض جرثومه التيبي بس بعدها ما ظاهره عليه، ما ظاهره عليه سب كلينيكال، بعده بالقوه مالته ما ظاهره عليه الامراض، نسميه سب كلينيكال، بعده ما ظاهره عليه المرض. دكتور يعني مثل حاليا مرض كورونا اللي دا يصير نعم، يعني معظم الناس اكو تظهر عليه الاعراض اكو لا، بس هذا الفيرال، هذا الفيرال يصيب النسيج ويصيب الخليه، يعني هذا عامل مرضي، يعني هذا عامل مرضي واضح. الخليه ما بها شيء، يجي يصيبها الفيروس، يصيب الفيروس ويتكاثر وياثر على النسيج، نسيج التنفس. اذا كان الانسان مناعته قويه والاصابه ضعيفه فشوف اعتيادي، بس حامل ما كل شيء، سب كلينيكال نسميها سب كلينيكال، كانه ما بي شيء بس هو حقيقه مصاب بالفيروس. او شخص
تكون الاصابه قويه والمناعه ما تقدر تصد الاصابه، فيظهر المرض الكامل. ربما يدخل المستشفى يصير عنده عجز رئوي نقصان بالاكسجين، وقد يسبب الوفاه، اللي الاف الناس عالميا توفوا، هذول الكلينيكال ظهرت عليهم وما قدروا يسوي لهم شيء. فهذا الكلينيكال واكو سب كلينيكال. بارك الله فيك. من المورفولوجي مثل ما قلنا نعتمد على الايمج. ايمج يعني الصوره، يعني الصوره الشعاعيه يسموها ايمج. صوره تاخذ لها بلاي شعاع، وانما ايد مكسوره وجاي تشوف جروح وجاي تشوف شكلها مال مكسور، هذا هم ايمج تاخذه بعينك ايمج، صح ولا لا؟ تغيرات اللون اللي تظهر بالجلد، مثل واحد ابو صفار بين بعيونه بجلده، هذا معناها ايمج، يعني مو لا تاخذ لها صوره شعاعيه وانما ايمج، يعني هذا كلها نعتبر الايمج الشكل. او مثلا بالمايكروسكوب تشوفه، اما على مستوى اللايت مايكروسكوب الضوئي او على مستوى المايكروسكوب الالكتروني، او تشوفه تاخذ له شعاع اشعه وتشوف المرض مالته، فهذه كلها نعتبرها ايمج. ومن الايمج انواع الايمج هي المايكروسكوبيكال ليفل، يعني مايكروسكوبيكال ليفل يعني على مستوى المايكروسكوب، على مستوى المايكروسكوب. اول من خلى بصمته على الباثولوجي هو رودلوف فيركو، هذا العالم فيركو، هذا العالم الجليل. سابقا يعتبرون المرض نظريات كثيره، من عندها انه يدخل ب يعني فد شيء سحر او فد اشياء خياليه يدخل بالانسان يسبب له المرض. هذه النظريه القديمه كانت شائعه في قبل العصور الوسطى وفي العصور التخلف، بانه المرض نتيجه كثير من الاشياء، نتيجه سحر، نتيجه عوامل اخرى خارجه عن الطبيعه، يعني عوامل ما معروفه، ويعتقدون الناس انه هذا سبب المرض وسبب امراض كثيره. وقسم من الان لحد الان يعتقدون بانه هذا الشيء، لكن من يوضح النظريه الحديثه الطبيه للمرض هو العالم فيركو. قال ما يصير مرض اذا ماكو تغيرات بالخليه مرضيه، فبدا المرض من المرض في الخليه. اذا الخليه سليمه ماكو مرض، اذا الخليه سليمه ماكو مرض، ماكو شيء تجي ساحره تدخل بجسم الانسان او يجي فشيء غريب ما معروف يدخل بجسم الانسان، لا. يقول لازم اذا اكو مرض لازم اكو فشيء عوامل مرضيه ضربت الخليه وادت الى تغيرات بالخليه، فهذا يعتبر الانجاز الاول، ويعتبرون هذا فاذر اوف العلم الامراض الحديث، يسمونه العالم فيركو، العالم فيركو. واضح؟ احنا خذينا في المحاضرات السابقه وبالفسيولوجي موضوعة الهوميوستاسيس. هوميوستاسيس يعني جسم الانسان الطبيعي ايش قد يتعرض الى عوامل خارجيه وداخليه يحاول انه يصدها ويرجع الى الحاله الطبيعيه. فهذه العوامل عمليه التوازن نسميها هوميوستاسيس. اذا صار اختلال بعمليه التوازن، وعمليه التوازن ما قدرت ترجع للطبيعي، تتحول الحاله من حاله طبيعيه متوازنه فسيولوجيه الى حاله مرضيه. ها حاله مرضيه اللي سميناها ديزيز. من يعلق لي على هذا الموضوع رجاء؟ طلاب الشطار. نعم دكتور اعيده ما يخالف. انه قلنا جسم الانسان يوميا يتعرض لكثير من العوامل، كثير من العوامل اللي تدخل عن طريق التنفس، اللي الجو، الشمس، البكتيريا الى اخره، الحركه، زين تاثر على جسم الانسان. هذا تاثيرها على جسم الانسان. جسم الانسان مو دائما يتمرض، وانما الفسلجه مالته تقدر تعالجها، يعني ترجعها الى الحاله الطبيعيه. هذا شو نسميه؟ عمليه التوازن، نسميه هوميوستاسيس. هذه البروسيس العمليه نسميها هوميوستاسيس. يعني قد ما يوميا انت تتعرضين الى شيء حار وبرد واشياء اخرى بالتنفس، تلوث كذا، بس جسم الانسان يطرح خارج ويرجع للحاله الطبيعيه. هذه عمليات يحافظ عليها يوميا جسم الانسان، مو حالات مرضيه، حالات هوميوستاسيس، يعني حالات التوازن داخل جسم الانسان نسميها هوميوستاسيس. هذه طبعا الهوميوستاسيس مثلا احنا كمجالنا كاختصاص اشعه، ايه؟ مثلا تعرضت للاشعاع
فأنا شلون أحافظ على نفسي إنه أبتعد فترة عن أماكن تعرض للأشعة كذا يعني، فيرجع الجسم لطبيعته. نعم، الهوميوستاسيس الاشعاع طبعا هو جسم الانسان يوميا يتعرض للاشعاع، مو بس من الاشعه، بس الاشعاع يختلف من شكل اشعاع الى شكل اخر، من نوع من الاشعاع الى نوع اخر. جسم الانسان حتى بالاشعه هو يتعرض للشمس كلها اشعاع، مو صحيح؟ والجو متلوث كله اشعاع، فجسم الانسان له قابليه مثل ما قلتي انه الخلايا تحمي روحها بحدود معينه. فش نسمي هذه الحدود؟ يعني انت ضربتي اشعاع هذا، بس هو جسم الانسان يتعرض لكل شيء. يعني شوفين من يمشي سريع او يركض قلبه يظل يدق قوي، من تمرين يسوي يدق قوي، بس هو يظل مثلا يقدر قلبه يظل يدق مثلا 100 120 متواصل؟ ما يقدر. اذا ظل يدق 100 120 راح يؤدي الى اضطراب بالقلب. يعني القلب ما مخلوق انه يدق 120 دقه حتى يوصل الدم، يدق من 72 تقريبا ل 80، 72 ل 80. اما اذا زادت لازم يرجع الى الطبيعي. هذا الرجوع للطبيعي شو نسميه؟ هوميوستاسيس، مفهوم؟ هذا فسيولوجي. عيد وراي احد من الطلاب يقول لي شنو بين الفرق بين المرض والهوميوستاسيس، الحاله الفسيولوجيه. تفضل. دكتور أعطيك طبعا مثال آخر، مثلا الأشخاص اللي تتعرض هواي للشمس يحترق الجلد مالتهم، بس من يقعد بالبيت بعد ما يطلع يرجع الجلد إلى طبيعته، هم نقدر نسمي لهم ميوستاسيس؟ لا، هو لازم المفروض قبل لا يحترق الجلد. إذا احترق الجلد ما يعتبره ميوستاسيس، صار بعامل مرضي نسميه أنا فيزيائي، مو صحيح؟ عوامل مرضية فيزيائية سببت المرض، ديث للخلايا وطلعت خلايا جديدة، فهذا ما يعتبر، هذا صار بها صار ديث، ماتت الخليه. بس قلت لك هذه من تصير تغيرات ما تؤدي الى الوفاه، ما تؤدي الى وفاه الخلايا، هذه نسميها هوميوستاسيس، ترجع الخليه الى طبيعتها، يعني يصير بها تغير بس ما واصل للوفاه، تقدر ترجعها بحاله فيزيائيه، هذا يسميه هوميوستاسيس. على كل دكتور، يعني هي وظيفتها مثل وظيفه كريات الدم البيضاء لما تقوم بالدفاع عن الجسم، هو الهوميوستاسيس حالة وصفية، يعني ماكو فشي خليه بالخلايا الجسم يسموها هوميوستاسيس. لاحظين؟ يعني كريات الدم البيضاء حالة واقعية، اكو كريات الدم البيضاء هي اللي تقوم بالدفاع، اكو كريات يعني موجودة، بس ماكو فشي نسميه احنا هوميوستاسيس مكتوب بالجسم على نسيج معين. تلاحظين شلون؟ بس هي العملية يسمونها عملية التوازن، هو يسموها هوميوستاسيس. واضح؟ واضح دكتور. يعني العملية يسموها عملية التوازن الفيزيائي الفسيولوجي اللي يصير بالجسم على طول اليوم يظل بصورة طبيعية، هذا نسميها هوميوستاسيس. أما الأباتوسيس فجينا عليه، موت الخلايا المبرمج. أحيانا هذا شيء طبيعي يصير بجسم الإنسان الطبيعي، من ينخلق بداخل الرحم مال امه، شلون يعني من ينخلق هو كتله، مو صحيح؟ كتله ما مبين، لا وجه لا عيون لا، شلون ينحت العيون والانف والاصابع؟ من ينخلق مو عنده اصابع، ينخلق كتله، مو صحيح؟ كتله، شلون هذه ينحت تموت خلايا ويطلع مكانها وينحت بصوره كامله؟ هذه العمليه مثال هذا نسميه اباتوسيس. لكن الموت المرضي ضمن جسم الانسان نسميه نكروسيس ديث. واضح؟ من يعلق لي على هذين النقطتين السير ديث، انواع الموت الخلوي؟ الاباتوسيس اللي هو مثل كريات الدم الحمراء داخل جسم الانسان الى وقت محدد تموت تصنع خلايا. نعم. غير يعني. نعم صحيح صحيح صحيح، هذا اباتوسيس جاي توصل الى عمر معين، عندها تجي لها اشاره وهي تحمل الاشاره تموت، صح ولا لا؟ واكو نكروسيس شنو معناته؟ نكروسيس هو موت الخليه، يعني موت الخليه نتيجه ايش؟ نتيجه عامل مرضي. يعني هاي مو طبيعي، مو موت طبيعي، لازم يكون موت مرضي، ولازم داخل شنو؟ دخل جسم الميت لو داخل جسم الانسان الحي؟ دخل جسم الانسان الحي، يعني هو يموت خليه، مو كل خلايا الجسم، خليه من الخلايا. خلية أو مجموعة من الخلايا أو عضو ما يخالف، بس الإنسان يبقى حي. واضحة؟ مو إلا خلية واحدة، خلية 10 خلايا 100 خلية 1000 خلية،
نسيج كامل يموت، يعني الصبع، الصبع من يموت هذا بي ملايين الخلايا، مو تريليون من الخلايا، هذا بي الاصبع اللي يموت، بس جسم الانسان باقي حي. واضح؟ واضح. طبعا احتمال احيانا اكو بعض الاشخاص يصير عندهم تلف جزء من الرئه مثلا، نعم، فصل من الفصوص، فعادي اقدر اني اشيله ويبقى الانسان يعيش ويتنفس يعني. صحيح، هذا نكروسيس يصير، واحد من عنده نكروسيس يصير به واحده من فصوص الرئه تموت نتيجة عوامل، يعني تصاب بالسرطان ويشيلونه إلى الرئة، يشيلون إلى الجزء الميت، من يصيبها بالسرطان تموت الخلايا الطبيعية، يموت ذاك الجزء الفص من، فهذا نكروسيس. صحيح، بارك الله فيك. دكتور، يقدرون يشيلون رئة كاملة لو فقط فص؟ لا، إذا شالوا رئة كاملة، إذا شالوا رئة كاملة فيظل تحت التنفس الاصطناعي أو يسوي له زرع، زرع رئة، قصدك رئة لانج؟ أي لانج. أي اللانج، اللانج اللي الانسان، اللي الانسان بالتنفس الاصطناعي، التنفس الاصطناعي قسم يحولونه على على جهاز، الجهاز هو يحل محل الرئه، جهاز، وكذلك يقدرون يزرعون رئه. الان العلم تطور، المستشفيات تطورت عالميا، يزرعون رئه، شلون يزرعون كبد، مو اكو يزرعون الكبد ويزرعون القلب، فكذلك يزرعون الرئه، رئه يزرعوها تنجح او تفشل. يعني ما يقدر يعيش برئه واحده؟ لا، يقدر يعيش برئه واحده، ليش؟ يعني بدليل انه هذول المصابين بالتدرن سابقا كثير من عندهم الرئه مالتهم خربانه، او من الانسان، الانسان ينصاب بالنيمونيا ذات الرئه، يعني رئه توقف واكثر من رئه توقف، يجوز رئتين توقف الا شويه ظال من الرئه، يلحقون عليه يعالجون الالتهاب، ترجع الرئه مره ثانيه، ترجع الطيب تشفى. صحيح، كلام ممتاز، كلام ممتاز، وطلاب ممتازين يناقشون. نستمر. هذه هي اللي قلنا عليها الابليجيا. الابليجيا معناها اما زياده، زياده بعدد الخلايا، سميناها هايبر، هايبر بليجيا، او نقصان بعدد الخلايا نسميه هايبر، هايبو بليجيا، او تغير من نسيج الى نسيج نسميها ميتا، ميتا يعني تغير، او ديسبليجيا، ديسبليجيا يعني يصير اضطراب نسجي، يعني الخلايا لا تزيد ولا تنقص، وانما تتغير نحو، احيانا نحو السرطان، نحو الورم. اما اذا صار انابليجيا معناها هذه الخلايا صارت خلايا مختلفه، فهذه انواع اللي نسميها الاخوات من الهايبربليجيا، من الابليجيا انواعها، اما زياده او نقصان أو ضمور أو تغير بحيث يصير خلايا أخرى قد تؤدي إلى السرطان. منو شنو أنواع، شنو أنواع البليجيا؟ البليجيا شنو أنواعها؟ بليجيا براذر يعني بليجيا، بليجيا يعني تفضلوا. نعم. هايبر والهايبو والديس والان ميتا، ميتا ميتا، ميتا بليج، ميتا بليج يعني من شكل، من شكل يعني من خلايا كوليومنر، نسيج كوليومنر، طلائي كوليومنر الى نسيج سكويموس، هذا يسمونه ميتا بليج. او بعد شنو هاي كلها الشارحه معناها بليج، هايبر بليج، هايبو بليج، ميتا بليج، ديس بليج، وهذا الورم يسمونه انا بليج. من نعيدهم انواع البليجيا، يعني هذه انواع هايبوبليجيا، اي هايبوبليجيا، ميتابليجيا، ديسبليجيا، هن اللي سميناهم بالمقدمه، قلنا السيلولار ادابتيشن، سميناهن شنو سميناهن هذني؟ سيلولار ادابتيشن، هذني هن انواع السيلولار ادابتيشن، نفسهن انواع البليجيا، نفسهن انواع البليجيا. السيلولار قلنا التغيرات تصير بانواع الانسجه نتيجة العوامل الكثيرة، قد تكون مرضية وقد تكون فسيولوجية، وضربت لكم مثال على الفسيولوجية، مثل الأم الحامل شلون يكبر، وكذلك الأم الحامل من تحتاج ترضع ثديها، يعني الثدي بالمرأة، البريس بالمرأة اللي ما حامل ثدي طبيعي، بينما من تحمل وسرعتها طفل يحتاج لها معمل للملك، فسبحانه وتعالى خلق لها ثدي اللي هو مصنع، مصنع مشين يصنع الملك للطفل، فيصير تضخم عندها وين؟
تضخم يصير عنده هايبربليجيا وين؟ بالثدي. هذا مو مرضي، هذا فيسيولوجي، هذا فيسيولوجي. وبعد ما تفطم الطفل يرجع ثديها الى الطبيعي، فاذا هذا فيسيولوجي. لكن احيانا مراه 40 سنه تشوف اكو عقد صار بالثدي مالتها، هذا شنو؟ هذا لا مرضي. هذا المرض هواية نشوفه احنا، تقول لك بالجغد صار راح تشوفها بالمستشفيات، تجي تفحص وتسوي سونار وتسوي غير اشياء، فحصات اخرى مرضيه. ليش؟ لانه اكو جغد جاي يصير بالثدي مالتها، تريد تشوف شنو الاسباب. هذه ما لها علاقه، تقول لك انا لا حامل ولا عندي طفل ارضعه ولا هم يجي، بس حسيت انه بالثدي مالتي فجغد، فتريد تشوف ان هذا شنو اسبابهن، شنو اسبابهن. واضح؟ شكرا جزيلا. فشوف هنا الاعضاء، من يزيد من العضو، من يزيد العدد مالته، يزيد العدد مالته ايش يصير به؟ يصير به شيء ايش؟ تضخم. يعني هذا مجموعه من الاعضاء، نشوف التضخم اللي يصير بالعضو، بالعضو من يصير به تضخم العضو يزيد الحجم مالته، كذلك يزيد. اذا زاد النمبر ام يزيد العضو، اما اذا صار اتروفي، اتروفي التروفي، التروفي معناها اما يزيد الحجم اللي نسميه هايبر تروفي، حجم الخلايا يزيد، او نسميه اتروفي، حجم الخلايا يقل، او كذلك يصير ديستروفي، يعني نفس الشيء بس له علاقه بالحجم، بالسايز اوف ذا سيل. هسه جاي تشوف هايبر تروفي عندك نوعين، هذا هو، هذا البطين والقلب، مسوي له كروس سكشن، مقطع عرضي كروس سكشن، مسوي له كروس سكشن، نشوف هنا تضخم، تضخم بالقلب مثلا نتيجة عند شخص عنده ضغط بالدم أو عنده صمامات أدت إلى هذا التضخم القوي، التضخم القوي. إذا سوينا له، إذا سوينا له زرع نسيجي، أخذنا من النسيج وسوينا هذا القلب الطبيعي اللي ما بي شيء، مريض متوفي بس الوفاة مالته مو بسبب القلب، نشوف هذا طبيعي، طبيعي الخلايا. بينما الشخص اللي عنده هايبرتروفي نشوف حجم الخلايا تكبر نتيجة كبر السيتوبلازم وكبر النيوكلياس، فهذا هنا عنده تضخم هايبرتروفي. من يشرح لي على هذا، على هذا المقطع المرضي؟ تفضلوا طلاب. دكتور يعني على الهايبرتروفي؟ نعم نعم. الهايبرتروفي والهايبرتروفي او الديستروفي، الهايبر هو زياده او تضخم بعدد الخلايا، مثل ما وضحت هنا مقطع القلب. نعم. يكون اذا هايبر اكيد راح تزيد عدد الخلايا، نشوف من خلال السيتوبلازم اللي راح يزداد. ممتاز ممتاز طلبه، ممتاز، شكرا جزيلا. لهسه نوقف لهذا الحد، نوقف لهذا الحد ونرجع، نرجع لكم نشوفكم على تاخذون استراحه، تسجلون الغيابات مالتكم، تدرسون زين، تدرسون زين، واشوفكم طلاب متميزين، طلاب متميزين، بارك الله بكم. شنو عندكم من استفسارات؟ شنو عندكم استفسارات اللي ارجو انه، اللي ارجو انه تكملونه؟ بس يعني رجاء هي بالتعليمات، ترى انه حتى الايمج مالتكم تكون فد ايمج يعني فشي مقبول، مقبول، فلا احد يطلع، كلكم طلاب شطار، فاريدكم تختارون الصور مالتكم، اما صوره حقيقيه او مشابهه لكم، صور مشابهه لكم يعني تقريبا تخلوها بشكل حتى انه تطلع لنا، لانه هذه معرضه للتفتيش من قبل الوزاره ومن قبل الكليه. فاذا الايمج مالتكم اللي تطلع بالهذه همين اريدها همين تكون بشكل اللي انت تعبر عنك كطالب انه جاي للمحاضره، كانه طالب جاي للمحاضره. فرجاء انا اشكركم على حضوركم، بس انتم كل الملاحظات ام تشوفوها وانتم جاي تشوفون، انتم واحد يشوف الثاني طلاب؟ ام كذلك يشوف واحد يشوف الثاني مو؟ جواب؟ نعم. يعني جاي تشوفون، لا قصدي انا اي قصدي الصوره اللي معروضه الايمج البروفايل مالكم، كل واحد يشوف الثاني مو بالله؟ ممتاز، فانتم هم كل واحد يقول للثاني، حتى انا قولوا لي مثلا كذا دكتور بالخاص، قولوا لي دكتور مثلا غير هذا الشيء، يعني احنا واحد ينصح الثاني، كلكم ابنائي، فانتم واحد هم ينصح الثاني مو اوقات، فاللي مثلا يحتاج الى تغير
وانا اشكركم. كان مثلا الصوره مخليها على التليجرام يريد يدخلها نفسه على الجوجل ميت، ما يصير. مو التليجرام والفايبر ما يصير، ذيك خلي لك على راحتك. بس هنا يعني انت طالب داوم بالجامعه، مو صحيح يشوفونك الجامعه ويشوفك العميد ويشوفك يجي مفتش من الوزاره وكذا وكذا، فانه امين فشي ايمج يعبر عنك زين مثل ما يعني مفهومه ان شاء الله. وانا متشكر منكم طلاب اذكياء، طالبات اذكياء، متشكر منكم جزيل التشكر، شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفكم بالاسبوع القادم. شكرا.